يتبادر إلى أذهان الكثير منا سؤال، وهو متى كانت أول حادثة زنا في التاريخ؟ ومن هم من قاموا بها؟ فبعد أن نزل آدم وحواء إلى الأرض بسبب معصيتهم لله عز وجل، جعل الله بينهما الشهوة والغريزة، لذلك شرع الله تبارك وتعالى الزواج حتى لا يكون هناك مجال للمعصية. فمن أول من زنى وارتكب هذه الكبيرة؟ تابعوا معنا لنعرف القصة كاملة. ولكن عزيزي المشاهد، قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وذلك ليصلك منا كل جديد. هيا لنبدأ. البداية كانت مع قابيل وهابيل. إن قابيل كان في طبعه خشونة وشدة، أما هابيل فكان فيه ليونة ورحمة. وقد عمل قابيل في الزراعة، أما هابيل فكان راعيا للغنم، وهو عمل يحتاج إلى صبر وعطف ورحمة. وكانت البشرية في وقت سيدنا آدم عليه السلام لها قوانين وأحكام غير قوانيننا اليوم، فالأخت لا تحل لأخيها اليوم، ولكن في ذلك الوقت كان هذا حلال، فلم يكن هناك سوى آدم وحواء، فإن حرم زواج الإخوة وقتها لن يكون هناك ذرية. ولكن الله سبحانه وتعالى منذ خلق آدم وأنزله الأرض قد وضع له محرمات وممنوعات، وذلك لتهذيب النفس البشرية. فقد حرم الله سبحانه وتعالى شجرة واحدة من أشجار الجنة، والسبب في ذلك هو تعليم آدم أن الحياة يجب أن تكون بنظام، وليس كل شيء فيها مباح. فبعد زواج آدم من حواء كانت تلد حواء في كل بطن ذكر وأنثى، وقد شرع الله أن الولد لا يتزوج أخته من البطن الواحدة بل أخواته الأخروات. وكان لقابيل أختا جميلة جدا، بينما أخت هابيل كانت مقربة إليه ولكنها كانت أقل جمالا من أخت هابيل. وعندما أراد الأخوين الزواج علم قابيل أن أخته الجميلة لن تكون له وستكون إحدى الحلائل لأخيه هابيل، فرفض هذا التشريع الذي وضعه نبي الله آدم عليه السلام بأمر من الله تعالى وإذنه. فقد أعطى الله تعالى لآدم الحق في التشريع، فلما رفض قابيل هذا الشرع شرع آدم القربان، وكان من يقبل قربانه تأكله النار ولا يبقى على الأرض. وفي يوم تقديم القرابين قدم هابيل أفضل المواشي عنده، فقد قدم كبشا سمين، أما قابيل فقد جاء بزرع نت غير صالح للأكل. وفي اليوم التالي وجدوا أن قربان هابيل قد قبل، أما قربان قابيل كما هو لم تأكله النار. فوسوس الشيطان لقابيل أن أقتل أخيك، ولم يكن القتل معروفا، فهي أول جريمة قتل في التاريخ. فذهب قابيل لأخيه هابيل وقال له أنا سأقاتلك، فرد عليه هابيل وأنا لن أقاتلك، وستزيد آثامك بقتلك لي فتبوء بإثمي. وبالفعل عندما نام هابيل قتله قابيل بجمجمة حيوان ميت وقيل بصخرة، فضرب بها رأس أخيه حتى تهشم، ثم احتار بعد ذلك ماذا يفعل بجثة أخيه، فحمل جثته على ظهره وبدأ يمشي بها. وبينما هو كذلك أنزل الله سبحانه وتعالى غرابين، فاقتتل الغرابين وقتل إحداهما الآخر، وبعدها قام الغراب الحي بالحفر في التراب، ثم دفع الغراب الميت في الحفرة، ثم حفى عليه التراب. فعلم حينها قابيل ماذا سيفعل بجثة أخيه حتى لا يعلم بها أحد، وكان يحمل جثة أخيه لنفس السبب وليس رحمة به. ولما قتل قابيل هابيل أخذ زوجته وفر وعاش في السهول، وكان نبي الله آدم يعيش فوق الجبال، فعاش قابيل بعيدا عن آدم وتناسل. ثم بدأت تنتشر الفواحش والمعاصي بين ذرية قابيل، فهم لم يعبدوا غير الله ولكنهم عاشوا بلا قوانين وتشريعات تنظم حياتهم، فاستمرت المعاصي والفواحش في الظهور. وانقسم الناس على الأرض إلى قسمين، أهل الشر مع قابيل وأهل الخير مع آدم وأبنائه الآخرين. ثم مات آدم عليه السلام وعلمت الملائكة أبنائه كيفية دفنه، ثم عهد الله من بعده لشيث عليه السلام، وقد اختص شيث ابن آدم عليه السلام بأن أنزل الله عليه 50 صحيفة فيهم الشرائع والقوانين التي تنظم حياة البشرية.
فقد مات آدم عليه السلام بعد حياة كلها طاعة لله عز وجل، فلم يعص الله إلا مرة واحدة وهي أكله من الشجرة، ثم ماتت حواء بعده بعام واحد، ثم تولى شيف الحكم والأمر والنبوة وصار يحكم الأرض بالعدل والخير. وعلى الوجه الآخر انتشر الفساد في ذرية قابيل، وقد حرم شيف الاختلاط بذرية قابيل لما كان بهم من فساد وسوء أخلاق، فالتزموا بأمره بعدم التوجه إلى السهول، وذلك لئلا يتمثلوا بهم ويصبحوا مثلهم من الفاسدين. وبقي الناس على هذا الحال حتى توفى الله شيف عليه السلام، فعهد أمر الناس إلى ابنه آنوش، ولم يبعث الله بعده نبيا مباشرة، وذلك لأن كل الناس كانوا مؤمنين موحدين. ومع غياب الأنبياء بعد موت نبي الله آنوش عليه السلام، أراد الشيطان أن يوقع المعاصي في بني آدم ويوسوس لهم ليعصوا الله تعالى ويطيعوه، وينشر الفسوق والعصيان في الأرض. فذهب الشيطان إلى قوم قابيل في السهول وتشكل في هيئة غلام وعمل أجيرا لرجل منهم، وبعدها أخذ يبتكر لهم الأمور التي لم تكن فيهم مثل اللباس الفاضح والأغاني، ثم جعل لهم عيدا تجتمع فيه النساء وتتعرى وتتزين للرجال، وصنع لهم مزمارا كمزامير الرعاة، وأصبح يعزف عليه بصوت لم يسمعوا مثله من قبل. وفي تلك الأثناء أخذ الصوت ينتقل في الهواء فسمعه قوم آدم وذرية شيف، ولفتت غرابته وجماله انتباههم، فأخذوا يقتربون من ديار قوم قابيل ويراقبونهم من بعيد ويستمعون إلى معازفهم، ولكنهم ظلوا خائفين من معصية أوامر شيف واكتفوا بالمشاهدة من بعيد، حتى أتى ذلك اليوم الذي تجرأ فيه رجلا من قوم شيف عليه السلام ودخل بين قوم قابيل في عيدهم ووقت احتفالهم، فتعجب من جمال نسائهم وطريقة لباسهم، حيث كانت نساء السهول من قوم قابيل حسنوات الوجوه، أما رجالهم فقد كان فيهم قبح، فيما كان رجال الجبال من قوم آدم جميل الوجوه وفي نسائهم قبح. ثم عاد هذا الرجل لأصدقائه الذين كانوا بانتظاره فأخبرهم بما رأى من حسن وجمال زينة نساء السهول، حتى أغراهم بما رأى وسمع، فعصوا أوامر شيف عليه السلام ودخلوا في عيدهم واختلطوا بنسائهم وافتتنوا بحسنهن كما افتتنت النساء بحسن الرجال، ليكون ذلك أول زنا يقع في تاريخ البشرية. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكانت أول جاهلية في الكون هي الزنا، وانتشر الفساد بينهم منذ هذا الحين، وكانت جماعة قابيل يكثر عددهم وجماعة شيث يقلون، حتى صار الأمر إلى ذلك، إلى أن بعث الله نبيه إدريس عليه السلام. عافانا الله وإياكم من الذنوب والمعاصي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله. عزيزي المشاهد، لا تنسى الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد.